هذا الحفل اللي هو 50 عاما من الشعر العماني الفصيح بظل السلطان قابوس، هو حفل كتاب كبير وكتاب مهم للأستاذة والباحثة المغربية فاطمة بوهراكة، وهو توثيق لشعر أكثر من 300 شاعر عماني وعمانية، وهو يعتبر عمل مهم وإضافة كبيرة خاصة في العلاقات الثقافية بين السلطنة والمملكة المغربية الشقيقة. والعلاقات بين السلطنة والمملكة المغربية علاقات ممتازة وعلاقات أخوية، وهي تقوم على أساس الاحترام المتبادل، ونحن سنعمل جاهدين معنا على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات. مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية، هل تعتزم سلطنة عمان أن تفتح في القريب المدروس قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية على غرار الدول المجاورة؟ بالنسبة لموقف السلطنة تجاه المملكة تجاه وحدة التراب المملكة المغربية، هو موقف واضح وليس بجديد، موقف قديم، ونحن نعترف بالصحراء بأنها مغربية، و موقفنا دائما واضح ولا لبس فيه منذ 40 عاما وأكثر، فنحن نحترم الوحدة الترابية المملكة المغربية الشقيقة. ومسألة فتح القنصليات في أي مدينة مغربية هو ممكن في أي وقت، كانت في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال، هذا أمر متعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وما في ولا يوجد ما يمنع.